كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت. ما تخافش على الأهل، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. عندما يكون الامر جد وضحك ولعب وحب، ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقه 545 من ملك وكتابه، الضحك واللعب والجد والحب. الخلطه دي الحقيقه انا يعني خطر على بالي بعد الجواب اللي وصل إلى يعني متناولك الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد اللي هي مباراة القرن، والمشاعر وما أسفرت عن هذه المباراة اللي بدأت بلعب وانتهت بجد وحب ثم أسفرت عن ضحك. صحيح، هي لحظات مهمة جدا، زي النهاردة من 19 سنة، زي النهاردة بالضبط، يعني 3 أغسطس 2019 كان هنا النادي الملكي ريال مدريد عشان يلعب زي بكرة المباراة التاريخية بين بطل نادي القرن في أوروبا والعالم ونادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي. مباراة الأهلي وريال مدريد من 19 سنة فيها كلام مهم جدا في حلقة الليلة، لكن هناك الكثير من الموضوعات المهمة في حلقة اليوم. مقالي وما قالوا، ابن النادي، الغربال، الأكثر تتويجا والأعلى تهريجا، بعظمة لسانه، هاتوا الدفاتر تنقرا، أسرار الملك، ومن ينسى ليلة القرن مع الملكي، الشموع الحمراء، وزير الدفاع عن تقاليد الأهلي، وأخيرا مجلتنا، اليوم ومن 40 سنة. مضمون متنوع جدا، نتمنى ان شاء الله تعالى انه يحوز رضا واعجاب وتقدير حضراتكم، لكن اولى فقراتنا مقالي وما قالوا. مقالك ايه بقى يا باشمهندس؟ الفتره اللي فاتت دي ودايما دي بتتجدد عند موقفين، عند استقدام لاعب او اعتزال لاعب او مغادره لاعب، يعني يا دخول لاعب يا خروج لاعب. تمام. دخول للاعب اما بالتصعيد من الناشئين او من الخارج، وخروج لاعب اما بالاستغناء او الاحتراف الخارجي او الاعتزال. تطور المشكله الدائمه ولاد النادي. ولاد النادي يا جماعه كلمه بتتقال لكن بتستخدم الحقيقه بطريقه بتخرج بيها عن السياق. أنا دايما بقول ابني اللي يسأل عليا. ابني اللي يسأل عليا؟ وكنت بقول مثل إن أنا لو أنا عيان، ابني بيلعب مع أصحابه في الشارع وابني جاري بيضرب الجرس، ويقولي بفكرك بالدواء يا عمي، هو ده ابني. مش اللي بيلعب في الشارع. مش اللي بيلعب في الشارع. وبيهملك. الموضوع مش موضوع كروموزومات وجينات. الموضوع صلات ووشائج وتعاون وحميمية. الموضوع إخلاص وانتماء. كل من يخلص وينتمي، ودي احنا شايفين في ناس لعبت في النادي الأهلي سنة اتنين أشهر وخرجت وكأنها عاشت عمرها في النادي الأهلي. بعضهم جاء من باب الكراهية للنادي الأهلي. ما تشوف هالي عجيزي يقول لك أنا كانوا بيعلمونا كره النادي الأهلي، كنت متصور إن هو بيتجمل. كلمة بتصور بتكمل بالتحكيم دي اتقالت كذا مرة بما فيهم طارق السعيد. دخلنا لقينا حاجه تانية.
البعض يغير رأيه لمصالح ما لناش دعوة. يغير رأيه لمصالح. يعني هو طارق السعيد طلع عشاد جدا بفطرته في النادي الاهلي. عشاد ايه؟ راجل خد 6 بطولات وسام في سنه ونص، اقل من سنتين، مش محتاج يشيد يعني عمره كله. ما هم 18 شهر اللي اتلعبوا دول يعني كانوا اهم فتره في حياته، والراجل كان معترف جدا وقال انا كنت سعيد جدا. لكن في لحظه ما، اهو انت فاكر لما قلت لك في اعلام الكوين؟ ده ايام ما كان في اعلام موجه ان هو ينقض على تقليد النادي الاهلي من 4 5 سنين، وقلت لك تحط له كوين، الكوين اشتغل بالكوين، يشتم فلان ويبدا نفس الاهانات اللي. فانت دلوقتي النهارده اصبحت الفاتوره معروفه والمؤيسه. كان اعلام الكوين يمكن ايام ما الكوين كان هو اللي بيشغل التليفونات، دلوقتي اعلام الكارت المشحون. لا، كارت المشحون لانه كمان اتحط له تسعيره. يعني مثلا انا بكره الاهلي، لا ده انا بكره الاهلي جدا جدا جدا، انا نفسي الاهلي يخسر اكثر ما الزمالك يكسب. انا البطولات الحلال دي صكوك الولاء، البطولات الحرام زي يعني دي قال دي بكذا، قال دي بكذا، قال دي بكذا، ده كاتيجوري بقى. وبعدين في الاخر بتوصل الفاتوره، واخد بالك؟ درجه الرضا عنك اصلا ملهاش معنى تاني. ملهاش معنى ان الناس تغير قناعاتها وتتكلم بغير قناعاتها. البعض منهم امتلك شجاعه الاعتذار، كلنا شفنا وليد صلاح عبد اللطيف بيعتذر صحيح رجوله، وانا كنت غلطان وانا ندمان وزي عملت في نفسي كده صحيح، وكله هيجي له وقت وهيعتذر. البعض بيعتذر، والبعض بيتمادى، واللي ضحكك اللي بيتمادى ده ما اداش للزمالك حاجه. يعني بعضهم كل تاريخه سنه، 6 اشهر، ماتش، جون، مباراه، بطوله، مش بس يدي بقى بالاساءه للاهلي. انما بقى يعني ايه، يحاول انه يعوض وياخد رصيد من خلال قد ايه انا بكره، يشحن رصيد جديد، يشحن بالكارت. فتعال نرجع فكره ابن النادي. فانا بقول لك ابن النادي هي المشكله بتبان. افرض ان اللعيب دلوقتي، اولا ابن النادي لا يمكن يسيء للنادي. مهما شعر ان هو حد داس عليه او ما ادالوش حقه. كلنا تعرضنا لمواقف احنا ما خدناش كل ما نتمناه، ولكن احيانا بالصبر تاخد اكثر مما تتوقع. صحيح، واخد بالك؟ فانت بيجي لك لحظه بتبقى متعلق بحاجه جدا تروح منك، لو قلبت تبقى مش ابن النادي. لو تحملتها بصبر لحد ما ربنا هيعوضك عنها، او حتى لم تعوض عنها بس يعوضك عنها فخرك بناديك، انت كده ابن النادي. ابن النادي ما يجرحش النادي، ما يأذيش النادي، مهما كان الثمن ومهما كانت التضحية. مهما كان الثمن، مهما كانت التضحية، مهما كان المقابل، ابن النادي ما يغلطش في النادي. غير كده فهو فقط ابن النادي ربما على الورق. كلام مهم جدا، ومنه إلى الغربال. الأكثر تتويجا والأعلى تهريجا. الغربال النهارده كان مليان كتير جدا، لكن الحاجة الكبيرة، القضية الكبيرة اللي كانت فيه، قضية مين الأكثر تتويجا بالبطولات الكروية عامة على مستوى العالم. احنا شفنا الأهلي اختتم القرن الماضي وهو نادي القرن في أفريقيا، ولا زال يتصدر قائمة نادي القرن في أفريقيا في القرن الجديد بعد انقضاء 20 سنة منه. لكن على المستوى العالمي وعلى مستوى عامة البطولات المحلية والقارية والإقليمية والقديمة والجديدة، إيه مين الأكثر تتويجا في العالم؟ موقع جول يا باشمهندس نشر قائمة قال الأهلي أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم، والزمالك 21. ده الحقيقة، الأهلي الثالث أكثر الأندية. يعني موقع جول حط الأهلي في الترتيب الثالث، وقال هذا الموقع العالمي. مين بقى بيننا وبين ريال مدريد دلوقتي؟ قال هذا الموقع العالمي، مش ريال مدريد خالص، قال لك نادي ناسيونال مونتيفيديو بطل الاوروغواي، ده نادي تأسس 1899. هو في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات برصيد 146 بطولة. لا، متنوعة. متنوعة مش قارية. مش بطولة قارية أو دولية. 146 بطولة. قال إن النادي الثاني بنيارول الاوروغواياني أيضا اللي تأسس 1891. في المركز الثاني عنده 127 بطولة. حطوا ال بين يعني هم موقع جول قال لك
بنيارول الاوروجواياني عنده 127، الموقع الرسمي بتاع النادي نفسه قال لك لا عندنا 120 بطوله بس. فواضح ان القايمه فيها هزه شويه، الهزه دي خلتنا نراجع موقف الاهلي اللي هم قالوه، لانه قال لك الاهلي المصري احتل المركز الثالث في القايمه كاكثر الانديه تتويجا بالبطولات في العالم. برصيد كام يا سيدي؟ قال لك 116 بطوله. طب اذا كنت انتوا الفريق الاوروجواياني زودتوا له الالقاب، نراجع نفسنا معاكم. 116 بطوله ليه؟ قال لك 96 بطوله محليه و20 بطوله قاريه. ده خلانا نفتح الدفاتر عشان نشوف مين الاكثر تتويجا والاهلي قيمته عنده كام بالبطوله بالظبط. لما تروح قوائم الانديه ديت العالميه يا باشمهندس تلاقيهم حاطين البطولات المحليه اللي قبل البطولات الرسميه، يعني قبل بطولات الدوريات او بطولات الكاس ما تنطلق في هذه الدول، زي كاس الملك حسين، زي الملك سلطان حسين، زي ودور القاهره. يعني دي بطولات يا جماعه كان بينظمها الاتحاد المصري، لكن سبقت تنظيم البطولات الرسميه سواء الدوري او الكاس. فانت عندك بالنسبه للنادي الاهلي بالورقه والقلم بطوله بطوله محليه قاريه قديمه جديده عربيا 137 بطوله. ال 137 بطوله خلينا، انتوا حطيتوا نادي الزمالك في المركز الكام؟ لانه هم حطوا رينجرز الاسكتلندي الرابع برصيد 115، ليفربول الانجليزي في المركز ال 18 في هذه القائمه، الزمالك الشقيق جه في المركز ال 21 برصيد 58 بطوله، يعني الاهلي الثالث والزمالك ال 21. طب واحنا عندنا 96 بطوله يا ابراهيم؟ طيب احنا ده خلانا نجيب كشف حساب الاهلي وكشف حساب الزمالك، لان هم الحقيقه ظلموا الاهلي وظلموا الزمالك. الاهلي بالمقياس الحقيقي رصيده 137 نقطه، 137 بطوله في المركز الاول، في المركز الاول مش 116. والزمالك مش 58 بطوله، لا ده 73 بطوله. الجدول اللي قدام حضراتكم هتشوفوه جايب الاهلي والزمالك. خلينا في الاهلي الاول، او نجيب الاهلي والزمالك مع بعض لان هي نفس البطولات. في الدوري المصري الاهلي 41 بطوله، الزمالك 12 بطوله. كاس مصر الاهلي 36، الزمالك 27. كاس السوبر المحلي الاهلي 11، الزمالك 4. كاس السلطان حسين الاهلي 7، الزمالك 2. دوري القاهره الاهلي 16، الزمالك 13. كاس الجمهوريه العربيه المتحده وقت الوحده بين مصر وسوريا، ودي بطوله رسميه كانت الاهلي عنده، هي اتعملت مره الاهلي خدها، الزمالك ما عندوش حاجه فيها. كاس الاتحاد المصري الاهلي عنده واحده، الزمالك عنده واحده. دوري ابطال افريقيا الاهلي عنده 8، الزمالك عنده 5. افريقيا ابطال الكؤوس 4 الاهلي 1 الزمالك. الكونفدراليه كل واحد عنده بطوله. السوبر الافريقي الاهلي عنده 6، الزمالك عنده 4. الافرو اسيوي الاهلي عنده واحده، الزمالك عنده 2. البطوله العربيه لابطال الدوري الاهلي عنده واحده، الزمالك ما عندوش. البطوله العربيه لابطال الكؤوس الاهلي عنده واحده، الزمالك ما عندوش. كاس السوبر العربي الاهلي عنده بطولتين، الزمالك ما عندوش. البطوله العربيه الموحده في النظام الجديد الاهلي ما عندوش والزمالك عنده بطوله. اللي هي ايه بقى البطوله الموحده اللي اتعملت في بطوله بنظام الدوري؟ فين دي؟ الزمالك خد اللقب اللي شارك فيه، الاهلي ما شاركش فيها ما خدهاش. اصبح رصيد الاهلي الحقيقي من البطولات الكرويه المجمعه حتى الان 137 بطوله، الزمالك 73 بطوله. ده الاحصاء الرسمي. مين اللي اعلن الترتيب اللي انت قريته في الاول؟ موقع جول، موقع جول العالمي. ده مش اجتهادا منه، مش يقتضي الامر ان الاتحاد المصري يخاطبهم لتصحيح هذه الامور؟ صحيح، ده موضوع يهمنا ويهم الزمالك في كل الاحوال. صحيح، صحيح، لان الزمالك هيقفز كذا مركز واحنا هناخد المركز اللي نستحقه. صحيح. اذا هي دي قائمه البطولات الحقيقيه، واتمنى انه الاتحاد المصري زي ما قال المهندس عدلي يوثق هذه البطولات للانديه بتاعته، لانه المصادر الاعلاميه مهمه جدا، المواقع الدوليه مهمه جدا، ان انت كاتحاد مصري يكون عندك توثيق لبطولاتك. بطولات ما قبل الدوري وما قبل الكاس دي كانت بطولات رسميه معتمده، فبالتالي الاهتمام بيها اعتقد هيكون مهم جدا، بدل كفايه ان احنا مختلفين في نادي القرن
واديكم شايفين الدنيا وصلت حتى لوزارة التموين. لا وزارة طيب يعني احنا مختلفين هنا مستعدين نتقاتل دفاعا عن حق واخد بالك يعني نشعر به سواء عن حقيقة او غير حقيقة، في حين عمالين نفرط في حقوقنا اللي هي يسهل جدا الحصول عليها في التصنيفات العالمية. احنا نستحق مكان افضل من اللي بتتقال. ايوه وعندنا الجهة اللي ممكن يحترم رأيها. ايوه الاتحاد المصري لكرة القدم. ايوه والاتحاد الافريقي لكرة القدم. ايوه الاتنين دول يجمعوا بطولات ده وبطولات ده وبطولات ده وبطولات ده على المحلي والافريقي ويخاطبوا موقع لان دي بتبقى بترسخ في الاذان بعد شويه الكلام ده. وبعدين الجدل ده لما يبقى عالمي ها يبقى حلم يحط اسمك، هو ده الجدل يستحق ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض ونروح بره ندافع عن حقوقنا. طيب لانه هو كفايه اللي احنا فيه. على فكره الزملاء في الاعداد لفتوا نظري المسألة مهمه جدا، هو احنا عمالين نتخانق على الماضي؟ يعني انت مش ملاحظ كل الخناق اللي شغاله؟ انا قلت دلوقتي على بالظبط على كاس على لقب نادي القرن العشرين اللي فات من القرن الجديد حوالي خمس وهو 20 سنه فاتت من القرن الجديد، محدش سال وش حالك اليوم؟ انتوا عمالين تتخانقوا على الماضي. لا احنا قلنا انت النهارده عامل ازاي؟ جريت يا استاذ ابراهيم جريت. احنا قلنا ايه؟ طب انت معترض على المعايير دي في اللي فات، ما اعترضتش عليها في اللي جاي، اذا انت معترف بيها. هقول لك اللي جاي دلوقتي اذا كنت انت بتتكلمني على نقطه ونقطتين، طب ما تيجي تقول لي هو الترتيب في الاتحاد الافريقي دلوقتي عامل ازاي؟ علشان ناخد بالنا اللي هيعيش في نهايه القرن ما نسيبش الناس تتخانق مع بعضيهم. حلوها دلوقتي ارجوكوا، حلوها دلوقتي لان المساله الفرق وسع جدا. القائمه الحاليه يا باشمهندس في الاتحاد الافريقي، الاهلي الاول برصيد 71 نقطه وفقا لنفس المعايير، اللي عيسى حياته مشي ومصطفى فهمي الله يمسيه بالخير الراجل بعت خالص، والمؤسسه الافريقيه بالكامل اتغيرت بس الناس اللي موجوده دلوقتي شغاله بنفس المعايير. ولم يعترض عليها احد. ولا يعترض عليها احد، لم ولا. لانه حتى اللحظه القائمه في الاتحاد الافريقي عامله زي للقرن الجديد اللي فات خمسه قبل ما الناس تتخانق بعد 80 سنه. القائمه الحاليه الاهلي الاول برصيد 71 نقطه، نادي القرن الجديد بقى في افريقيا، الاهلي نادي القرن ال 21 في افريقيا. حتى الان. حتى الان. مازيمبي الكونغولي الثاني 52 نقطه. الترجي التونسي الثالث 50 نقطه. النجم الساحلي 49 نقطه. الوداد البيضاوي 27 نقطة، الزمالك 27 نقطة في المركز الخامس، الصفاقسي السابع برصيد 26 نقطة، انيمبا النيجيري 26 نقطة، يعني القايمة يمكن الإسماعيلي بيظهر في المركز ال 18 برصيد 11 نقطة. الأهلي الأول برصيد 71 نقطة، ده الرصيد اللي متشاف فيه كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، ده الرصيد اللي متشاف فيه في القرن الجديد. طب لو هتضيف عليه بقى رصيد القرن اللي فات، لو ضميت القرنين مع بعض حسابات القرن الجديد بالتراكم مع القرن الماضي، الوضع عامل ازاي؟ قول لنا. الاهلي الاول بثلاث وحايد ما شاء الله 111 نقطه، الرصيد التراكمي للاهلي كنادي للقرنين القرن العشرين وحتى الان في خمس القرن الجديد، الاهلي 111 نقطه. الترجي قفز ل 77 نقطة، مازيمبي 72 نقطة، النجم الساحلي 68 نقطة، الزمالك في المركز الخامس 64 نقطة، وأسك ميموزا 46، ويظهر الإسماعيلي في الصورة في المركز 16 في هذا الرصيد التراكمي برصيد 28 نقطة. إذا في كل الأحوال تحسبها تراكمي، تحسب القرن الجديد وتشفيه، الأهلي الأول والزمالك في المركز الخامس بذات المعايير وعلى نفس النقاط وبنفس الطريقة اللي الاتحاد الافريقي شغال بيها برغم عدم وجود لا شطة ولا مصطفى فهمي ولا عيسى حياته ولا حد من مؤسسة الكاف السابقة. هو انت فاكر اللي بيصير قضية مصدقها؟ لا استاذ ابراهيم. لا هي نوع من انواع يعني انت لما يجي يقول لك احنا كنا بس في ماتش الاهلي اللي انسحبت فيه عايزين نضرب كرسي في الكلوب، هو نوع من
الشوشرة على، وهو ده النقطة المهمة، كلما يمر الوقت وكلما كانت هناك فرص للشوشرة على تاريخك وتقاليدك وأخبارك. ولذلك مسؤولية النادي الأهلي في استمرارية تطوير وتجديد وسائل الإيضاح وإبراز المكانة والتاريخ، ويعني الإشادة وتقديم الرموز، لأن هو ده اللي هيبقى المستهدف في الفترة اللي جاية. الرياضة بطولة، والبطولة تؤدي إلى تصنيف، والتصنيف يزيد من القيمة، والقيمة تعلي القيمة أو ترفع من القيم التسويقية للنادي كأي نادي، ودي غيرة النادي الأهلي على حقوقه التسويقية، مش على مجرد لقب، لا، اللقب لأنه متسجل كعلامة تجارية، كان ممكن نطلع لكم كل الأسانيد الرسمية اللي الأهلي سجل بها هذه العلامة التجارية والمخاطبات الرسمية من الاتحاد الأفريقي اللي وثقت هذا اللقب للنادي الأهلي، لكن الأوراق كلها أمام المحكمة الاقتصادية في الدعوة اللي أقامها النادي الأهلي مدافعا عن حقوقه. لكن أما وإنه قضية نادي القرن الناس ودتها لوزارة التموين، فالدكتور علي مصلحي وزير التموين حسم المسألة في هذا الجدل وقال رأيه. لا يوجد خلاف ما بين أهلي والزمالك، من فضلكم لا يوجد حاجة اسمها وزارة التموين ادت العلامة التجارية دي للنادي الأهلي أو ما اديتهاش للنادي الزمالك. افترض جيت قلت الدكتور علي أشطر واحد في العالم، أروح أسجلها؟ تقدر تروح تقدم طلب، إنما إنك تسجل لا، هنشوف أنهي جهة علمية اعتمدت إن الدكتور علي أشطر. ثم ده بيتم تترك الدراسة لمدة 6 شهور، وده بالقانون الدولي مش القانون المحلي. ثم بعد ذلك بناء على البحث والتدقيق في ذلك نقول والله الدكتور علي أطول رجل في العالم، أو الدكتور علي أشطر رجل في العالم. إنما نرجع لموضوع النادي الأهلي، النادي الأهلي جاب من الاتحاد الأفريقي بناء على نتائج معينة ولجان معينة إنه هو نادي القرن في هذا الموضوع، ولو مش غلطان كان 2007. ثم قدم، ثم تم البحث، وبنتأكد من مصادر هذه المستندات، ثم بعد ذلك تم تسجيل هذا الشعار. النادي الزمالك وكل تقدير لنادي الزمالك انه هو رئيس النادي تقدم بطلب انه هو يسجل هذا الموضوع، جاري البحث، واذا كان هناك مستندات تدل على ذلك سيتم، ان لم يكن هناك مستندات لا يمكن ان احنا نعتمد ذلك، لسبب ده موضوع علمي فني دقيق، كل ما هو يسجل هنا بيسجل في الخارج. انما كون ان انا معايا ورقه من جهاز التجاره الداخليه والعلامات والنماذج الصناعيه ان انا سلمت لتسجيل، ده موضوع اداري بحت. انما عندما يتم البحث والتدقيق ساعتها نقول ينفع او ما ينفعش. طيب المسألة مش مسألة أنا عايز إيه وبقول إيه، من حق إيه أقول اللي أنا عايزه، أنا بطل العالم، أنا صاحب الرقم القياسي في رفع الأثقال، أرقامك فين؟ مستنداتك إيه؟ بتستند إلى بطولة إيه؟ طب الاتحاد الدولي سجل لك هذه الأرقام ولا لأ؟ معنى كلام الدكتور مصلحي وزير التموين، أنت عايز تسجل روح ابعت، بس اللي أنت بتبعته مجال فحص، هل مرفق معاه مستندات؟ هل مرفق معاه أسباب طلبك لتسجيل هذه العلامة والتي تدلل على حقك؟ وإذا كان إحنا عندنا النادي الأهلي في 2007 قدم ودلل وسجل، هتبقى في الحالة دي، لو أنت عندك ما يفيد هتبقى في الحالة دي في فرصة إنك ترفع قضية. طب لو أنت ما عندكش ما يفيد يبقى خلاص أكنك ما عملتش حاجة، تبقى تطلع فاصل. يبقى نطلع فاصل. نطلع الفاصل، وبعد الفاصل كل واحد هيتمسك. طب هو بعد الفاصل هتقول لنا عندنا ما يفيد احنا ولا ما عندناش؟ ما هو بالتأكيد الأهلي عنده كل الأسانيد وراح بيها للمحكمة الاقتصادية علشان يحفظ حقوق خرق هذه الملكية، لكن بعد الفاصل كل واحد يتمسك من عظمة لسانه.